استقبلت القاهرة طائرة كأس العالم كواحدة من التظاهرات الرياضية العالمية حاملة كأس العالم وبرفقة نجوم الكرة العالميين تكريما وتشجيعا للدول التي ترشحت إلى مونديال كأس العالم في روسيا. التقرير التالي والتفاصيل مع الزميل عبد الله حميد. وصلت إلى مطار القاهرة الدولي طائرة كأس العالم الخاصة حاملة الكأس الشهير القادم من كوت ديفوار بصحبة نجم الكرة الفرنسية السابق كريستيان كريمبو ضمن جولته حول العالم، حيث سيتوجه من أوروبا إلى الأرجنتين. نحن نعلم أن مصر دولة كرة قدم والجمهور يستحق هذا النوع من الإثارة، ويمكننا أن نرى الاحتفالات العظيمة والمثيرة المقدمة من الفيفا، ونحن سعداء للمجيء إلى هنا لمشاركة هذه الاحتفالية مع المعجبين. حفل كبير أقيم بهذه المناسبة جمع كوادر ونجوم كرة القدم المصرية وبمشاركة من الاتحاد المصري للعبة وبحضور جماهيري، مؤكدين أن وصول مصر لمونديال كأس العالم في روسيا هذا العام حدث كبير وتاريخي. فرحان جدا لانها عمرها ما حصلت قبل كده ان كاس العالم يجي لنا مصر وكمان احنا نصعد في نفس الوقت يعني. فيا رب باذن الله هو ماشي يرجع النهارده بس يرجع لنا تاني في شهر 6 ان شاء الله. اكيد مبسوطه ان كاس العالم موجود هنا في كايرو فاستيفيتي مول في نفس السنه اللي كاس العالم اللي احنا داخلين فيها كاس العالم. وتشمل جولة كأس العالم زيارة 91 مدينة و 51 بلدا في 6 قارات استعدادا لأكبر بطولة عالمية ينتظرها الجميع في روسيا. كأس العالم في مصر بعد 28 عاما انتظره المصريون طويلا ليحقق صلاح والرفاق إنجازا تاريخيا للكرة المصرية، لينتظر العرب أداء مشرفا من ممثليهم في روسيا. لأخبار الآن عبد الله حميد، القاهرة.